أيضا من واجباتنا في التعامل مع تلك الصورة المباركة ومفاهيمها الثبات، الثبات في المحن، الثبات في الأزمات. فحينما تأتي أزمة مثل أزمة الإفك، ربنا يقول للمؤمنين في كل عصور لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لما تجيلك أزمة ما تقعش تحتها وتموت، ولكن أعرف أن ربنا له حكمة، ربنا له حكمة في كل مصاب، ربنا له حكمة في كل محنة، ربنا له حكمة في كل أزمة، له حكمة. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وكما قالوا ما لا يقتلك يقويك، يقويك. أعرف الخطأ فين وأعرف المشكلة فين وانطلق مرة أخرى والله معكم ولن يترككم أعمالكم. الواجبات يا إخواني أن ندرك أن الله ليس في حاجة إلينا سبحانه وتعالى، فالنصر لا يحتاج إلينا ولكننا نحتاج إلى الله تعالى. الله تعالى يقول سبحانه وتعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. الله تعالى يزيلهم كما أزال من قبلهم، يهلكهم كما أهلك من قبلهم، كما أهلك فرعون وثمود وعاد كل أقوام كلها أهلكهم الله تعالى، كانوا أشد منهم قوة وأكثر بأسا، أهلكهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. لكن الموضوع ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يشوف انت هتعملي ايه في الأزمة دي، هتثبتي، هتنفقي، هتجاهدي بمالك، هتتمسكي بعفتك، هتتمسكي بشرع الله، هتتمسكي ببيتك تحافظي عليه، هتتمسكي بأولادك تربيهم على الإسلام، ولا هتنطلقي وراء الدعوات اللي كل يوم بتنادي على المرأة لتخرج من عفافها ومن مهمتها ومن حفظيتها ومن التمكين الذي وعدت به في بيتها لتقيم دين الله وتخرج الجيل الصالح جيل النصر المنشود؟ هتثبت ولا ستستجيب لدواعي الهوى ودواعي الشهوة والبعد عن دين الله سبحانه وتعالى والجري وراء هذا وتلك وتلك الدعوات المشبوهة ليل نهار التي تريد أن تخرج المرأة من دينها وعفتها وحافظيتها ومنهجيتها؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم بعض. شو أنت تعمل إيه؟ هتثبت أمام الفواحش الموجودة ولا تنحدر؟ هتثبت أمام الشبهات دي ولا تتمسك بدينك؟ فالتأهب للاستعمال أيضا اجهز. الإسلام طلب منك تتأهب، وعلى قدر التأهب سيكون الفتح. جهز نفسك، وتجهيز نفسك مش مشكلة كبيرة، أن تبذل جهدك وأن تخلص قصدك. جهز نفسك للاستعمال، لأن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا استعمله. فالاستعمال ده منا من ربنا سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لاهدينهم سبلنا. فتبقى جاهز نفسك انك تبقى صالح للاستعمال، بانك تزكي نفسك وتربيها على طاعة الله وتطلب من ربنا يستخدمك وتتخلص من المشكلات اللي انت فيها ومعصية ربنا حتى تكون مستحق للاستخدام. فإذا تحققت بالتطهير والتنقية والاستعداد سيفتح الله تعالى لك باب الاستخدام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يفتح لك الطريق الموصلة إليه. فبقدر ما تبذل من اجتهاد ومن جهاد في سبيل الله ومن تربية ومن إعداد ومن قيام الليل وعلاقة بالله، بقدر ما يفتح لك من أبواب الاستعمال والاستخدام في طاعته حتى يرضى عنك. وفي رواية إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قالوا وما عسله؟ قال يختم له بعمل صالح، وكأن وضع عليه عسل كده يختم به حياته، يختم له بعمل صالح يدخل به الجنة. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فالاستخدام يحتاج أن تتأهب للاستعمال. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم،